نقطة مهمة يجب إدراج ديالها في هذه الوقت الاحتجاجية. بالأمس القريب ملي كنتو كديروا استكمال الوحدة الترابية كان دائما يشيد بكم المجتمع المدني بجميع المقومات ديالو، بجميع الهيئات السياسية ولا النقابية ولا الجمعيات ولا الحقوقيين، كان دائما يشيدون بالقوات المسلحة الملكية لما تؤديه من مجهودات قيمة في استكمال الوحدة الترابية. واليوم أي صامتة أنتم كتخرجوا ولكن ساكتة، ولهذا راه جاء حان الوقت أن نرفع السقف. لما لا خصم ضريبي لجميع المواطنين المغاربه يمشي لكم نتوما حقكم؟ لقاش نهار كنتي كدير استكمال الوحده الترابيه فكان هو يعيش الهناء، يعيش الاستقرار، يعيش كل شيء، فكان بكل صراحه قال كيبني المستقبل ديالو او جينيرال. فكان فاش كنت اللي خدمتو كيروح لدارو ماشي الجدران اللي كانت كتأمنوا، فانتم اللي كنتوا كتأمنوه، وانا الاوان ان تطالبوا بهذا الحق. نقطة مهمة يجب إدراجها في النقطة الاحتجاجية. بالأمس القريب ملي كنتوا كديروا استكمال الوحدة الترابية كان دائما يشيد بكم المجتمع المدني بجميع المقومات ديالو، جميع الهيئات السياسية ولا النقابية ولا الجمعيات ولا الحقوقيين، كان دائما يشيدون بالقوات المسلحة الملكية لما تؤديه من مجهودات قيمة في استكمال الوحدة الترابية. واليوم أي صامتة أنتم كتخرجوا ولكن ساكتة، ولهذا راه جاء حان الوقت أن نرفع السقف. لماذا خصم ضريبي جميع المواطنين المغاربه يمشي لكم نتوما حقكم؟ لقاش نهار كنتي كدير استكمال الوحده الترابيه فكان هو يعيش الهناء، يعيش الاستقرار، يعيش كل شيء، فكان بكل صراحه قال كيف هي المستقبل ديالو او جينيرال. فكان فاش كنت اللي خدمتو كيروح لدارو ماشي الجدران اللي كانت كتأمنو، فانتوما اللي كنتو كتأمنوه، وانا الاوان ان تطالبوا بهذا الحق.